الجيش ناشر صور الاسلام. شايف احنا بنحط الملكيات وناس بيبعتوا صور. إذا نتواصل وإياكم في هذه التغطية الخاصة للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 3 ساعات في قرية روجيب إلى الشرق من مدينة نابلس. جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن خرج، نعم بدأ الجنود يخرجون من المنزل تباعا، جنود الاحتلال يخرجون الآن تباعا من المنزل، معهم أحد الكلاب البوليسية. نعم الجيش خرج الآن. إذا الآن تحركت الآلية العسكرية خلف على المنزل، يبدو أنهم سيصعدون إليها، ونحن على ما يبدو في الدقائق الأخيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية. يبدو أن العملية بدأت. نعم هناك انفجار هائل، انفجار هائل في المنزل. فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهواء مباشرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر على ما يبدو قنبلة أو عبوة أو في الطابق الثالث من المنزل. الآن النيران تندلع في المنزل. هناك انفجار آخر، هناك انفجار آخر. إذن انفجار، انفجارات، رصاص. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي نعم قد فجر إما عبوات وإما
ذخيرة وإما أنه قد وضع قنبلة، لكن انفجار هائل. إذا مستمعينا ومتابعينا في هذه التغطية الخاصة نشاهد النيران الآن تندلع في هذا المنزل. قبل أقل من دقيقة واحدة خرج انفجار ضخم جدا من المنزل، يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قام بتفجير إما سلاح وإما عبوة وإما يعني ما وجدوا في المنزل، ونشاهد كيف النيران الآن تندلع في المنزل بشكل كبير، تلتهم النيران هذا المنزل، والجيش الإسرائيلي يحاول. نعم الآن على سيارات الإسعاف والإطفائية أن تتحرك. نعم الجيش الآن ينسحب بالاتجاه الأعلى، الجيش ينسحب، سيارات آليات الاحتلال تخرج من الجهة، نسمع أصوات الرصاص، رصاص عنيف. عملية عسكرية إسرائيلية إذن واسعة النطاق، عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ نحو 3 ساعات أو أكثر، تم تفجير